بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبدأ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك. تقول أمي بقيت عندي سنة ونص للعلاج وشفيت، ثم حصل خلاف على إثره، خرجت من عندي غاضبة، ومنذ 3 سنوات ترفض الحديث معي وهي بعيدة عني ولا أستطيع الذهاب لها، ماذا أفعل؟ هلأ الحقيقة يعني أمك بدك تستوضيها بأي شكل. هلأ دائما ما في إنه هي زعلت، هي طلعت، أنا ما عملت إلا شيء. ربنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان بيقتضي أنه أن نكون بارين بهما. ماذا فعلا؟ شو كانت أخلاقهم؟ شو كانت طبيعتهم؟ شو كانت حالتهم؟ بدنا نخضع لهم. هدول الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا ببرهم. قطة بتدعسها سيارة، هل هذا خطأ من السائق أم قضاء وقدر؟ وهل نرى القطط يوم القيامة؟ هلا أكيد قضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. هي كلمة كل وشيء، كل عامة وشيء عامة، إذا أضيفت كل إلى شيء بتصير أعم كلمة في اللغة العربية. فإن كل شيء خلقناه بقدر، يعني لا يعزب عن علمه شيء، كل مقدور في هذه الحياة. هل نرى القطط يوم القيامة؟ القطط هي من الحيوانات، والحيوانات بتصير تراب، يعني شو الفائدة من رؤية القطط يوم القيامة؟ ما الحيوانات كلها بدها تصير تراب، يعني بتنتهي حياتهم الأخروية، ما بقى لهم حياة، بقى لهم وجود. هنيك بقى مخلوقات أخرى تختلف عن هذه المخلوقات، هنيك حياة ملائكية، حياة روحانية، حياة كلها سعادة وجمال وسرور وحياة انتقالية كاملة، يعني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الشمس الزايدة بتزعج، والبرد الزايدة بيزعج، جو ربيع للجنة، جو ربيع، جمال وسرور وحبور. وإن شاء الله الله هيك بيبلغنا تلك الجنان، إنه سميع قريب مجيب. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو أم محمد. أهلا وسهلا، تفضلي. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك. إيه خلينا ياك. هلا أنا والدتي متوفي الله يرحمها، وتاركت لنا أرض زراعية. إيه مكتوب بورقة الطابو النوع، النوع الشرعي للعقار أميري. إيه وعنده ذكور وإناث. فشو حصة كل يعني الذكور بالنسبة للإناث والإناث في الأرض؟ يعني على الأرض الأميري، يعني هي أرض وهب السلطان العثماني قديما للذكور مثل الإناث، فكتبوا عليها أميري، يعني ذكر بيرث مثل الأنثى. نحن بالنسبة لنا كحكم شرعي، هلا إذا واحد أوصى وصية أو أعطي على حياة عينه وسوى بين رجل ومرأة جائز. هذا البطن الأول، يعني اللي أخذوا الأرض الأميرية بالبطن الأول كلهم أخذوها بالسوية، الذكر مثل الأنثى. لكن بس يموت أحدهما ويترك لمن بعده هذه الأرض، هي بتتحول لتركة، والتركة بتصير للذكر مثل حظ الأنثيين، بتصير للذكر مثل حظ الأنثيين. هيك الترتيب والله أعلم. في سؤال غيره؟ يعطيك العافية شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكم يا هلا. الله يوفق شيخ. في سؤال حاب أسألك يا بس الله يوفق فهمني يا منيح. طيب تفضل. أختي بيت حماها بضلوا بيعملوا لها يعني شيء مو منيح، يعني بضلوا هيك بيعملوا لها أعمال، بيعملوا لها شيء، فهي ما بتقول لهم من عندها، بتضل بتجيبهم وبتحم يعني بتضل بتحطهم عندها بالبيت تستقبلهم. بس هالفتره هي ما تحسن انه تستقبلهم، يعني كثير كل ما بيجوا بيصير مشاكل، بيصير هاي، بيصير وجع راس، يعني بتصل بيناتهم هي وجوزها للطلاق، هي اولادها يعني.
فهي إذا ما استقبلتهم عند جوزها راح، هن راحوا، بيأثر هالشي ولا فيه شي غضب؟ هو جوزها بيقول لها إنه أنا صلة رحم ما بترك أهلي. قالت له هي إنه تترك أهلك ما حدا عملك تترك أهلك، بس أنت هون عم يصير خراب بيوت، جيت له هون عم يخربوا البيت، عم يخربوا الدنيا، يعني بيطلعوا برات البيت بصير البيت دمار شامل يعني. فأنا بدي حل منك الله يوفقك يا شيخ، إنه هن إذا ما إجوا بصير صلة رحم، أنا صلة رحم هي إذا بدن يجوا يعملوا دمار. هن بالنسبة له شو بيكونوا أخواته؟ أخواته إيه. لا أول شيء يعني إذا إحنا متيقنين إنه هن مصدر المشاكل، يعني إذا أجوا على هالبيت عم تصير مشكلة، لا ممكن تنحل قصة يعني صلة الرحم إنه هو يروح لعندهم، يعني بدل ما هن يجوا لعنده هو يروح لعندهم، وهالجمعة تصير عنده يعني هيك الفترة طويلة، يعني مو إنه يطحها 100% كمان ما بيقدر قدام أهله، شلون هو عم يروح لعندهم وهن ما عم يجوا لعنده؟ فممكن يعملها هيك الفترة طويلة وهو يكتر روحات لعندهم ويستخدم الحكمة، يعني لا يقطع أهله ولا يعمل مشاكل. هو شيخنا كل جمعة كل جمعة كل جمعتين بيكون عنده، كل 15 يوم لازم يروح لعنده، ما بيقطع، يعني يوم الجمعة مقدس إلهم مو لإلنا مو للبيت. آه ماشي ماشي، المهم انحلت المشكلة عندك يعني، يعني لما بيروح هو انحلت المشكلة عندك، ما بقى يجوا هن. بس هو لازم يجيبوا لهون، يعني عم يصر إنه لازم يجوا للبيت. أنا قلت يعني طولوا فيها شوي، طولوا فيها شوي، سددوا قارب، وهلأ الواحد ما بنحسن نقطعه عن أهله كمان، هلأ عم تصير مشاكل، بده يفهم هو إنه أهله عم يسببوا مشاكل، كمان قطيعتهم غلط، يعني نلتقى حل لك تسديد ومقاربة وعن النفس الطويل. ناخد اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. معك أم محمد من دمشق. والنعم يا هلا. الله يخليك يا رب. شيخنا بدي أسأل، هلأ بيقولوا أنه يلي أبوهن توفى، الأولاد اللي أبوهن توفى قبل أبوه، بالقانون بيورتهم، الشرع ما ورتهم، هي كيف؟ يعني هلأ نحن إذا بالقانون ورتنا أولادي ورتوا، أنه هذا المال بيصير ناخده ولا لازم نرجعه بالشرع؟ تمام. هلا القانون اللي بيورثهم هو القانون الشرعي، يعني المحكمة الشرعية والقاضي الشرعي هو اللي بيحكم لهم. هلا قانون الأحوال الشخصية الجديد عمل بالوصية الواجبة، الوصية الواجبة انه الولد بياخد حصة ابوه ما لم تزد على ثلث التركة، فطالما القضاء الشرعي هو اللي اخذ فيها، هو يقول من اقوال السلف، يعني مو المذاهب الأربعة إنما هو قول من أقوال السلف، فلا الأولاد بياخدون حلال ويعمل به، يعني طالما هو قضاء شرعي واختيار لأقوال السلف فيعمل به والله أعلم، وبصير المال حلال لمن يأخذه. باخد اتصال. ألو 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 ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. الأستاذ، أهلي بدهم ياني تسجل شريعة وأنا ما بدي تسجل، وقال إذا ما بتسجل بدهم يحطوني داخلية. هلأ إحنا بنقول لهم دائما نصيحة لله وللرسول، لا تغصب ولد على شيء ما بده إياه، دائما الإنسان يختار الدراسة اللي بيحبها، يختار المدرسة اللي بيريدها، يختار هذا بده علمي بيروح علمي، هذا بده أدبي بيروح أدبي، هذا بده شرعي بيروح شرعي، هذا بده تجاري بيروح تجاري، وإلا ما بيأبدع ما بيأبدع. هلا إحنا بننصح الولد، بنقول له هيك الطريق أفضل، هيك أحسن، اللي إحنا شايفين إنه إذا بتختار هالمدرسة هي أفضل، من باب النصيحة والنصح والقناعة. أما نلزمه إلزام أكيد حنحكم عليه بالفشل بنهاية دراسته، لأنه اختار شيئا لا يحبه وبيضل بيحمل كل مسؤولية، أنا ما بدي وأنتوا حطيتوني، ويكون بده يدرس ببطل يدرس. فلا لا تعملوا هي الطريقة بالاختيار اللي حتكون نتائجها سلبية وليست بإيجابية. ناخذ اتصال. ألو 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 ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ؟ إن شاء الله بخير. يا أهلا وسهلا. الله يسعدك. بدي أسألك أنا سؤال عن أنه كانت زوجتي عندي،
واتفقت انا وياها تكتب لي اكتب لها انا نص البيت باسمها وتعطيني مصاري. تمام. ايه فبعد ما كتبنا العقد صار في مشاكل تمام، وراحت يعني عملت مخالعة رضائية وتيسرت على حق لعند اهلها تمام. نعم. ايه فبعد ما تيسر راحت لعند اهلها وتخالعت تمام، قام قالت لي راح رفعت دعوة علي وبدها نص البيت يلي انا كتبته وانا ماني قابض منه ولا ليرة. يعني عمليا انت بعت لزوجتك بيع؟ ايه كتبنا عقد بيع. ايه عقد بيع بس ما اخذت منه ولا ليرة ابدا. مفهوم. يعني هو عملية بيع بين زوج وزوجته. أيوة الزوج تمام. باع لزوجته نص البيت وهي ما سددت له الفلوس وبعدين عملت مخالعة وما عطته شيء. ايه فهذا سحت، هذا سحت وحرام ومال حرام. تمام. يعني بدها تاكله حرام بدها تنسأل عنه يوم القيامة. تمام. حتى بجوز هي هلا نحن عم نحكي عم تقول انه قال بتحلف يمين انه قال هي حاطة مصاري بالبيت، هي حاطة مبلغ بسيط ما بيطلع اكثر من 600,000. هذا يبين، هذا يبين يعني هلا اللي له حق بده ياخده. هي تمام. تبين وفي حلفان يمين وفي توضيح للشيء اللي حطته وبينحسم من المبلغ وبيرجع لك حقك. ناخذ اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مباركة. وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. جمعة مباركة. تفضل عم بسمعك أنا. يبدو فقدنا الاتصال، كان في الاتصال معلق شوي. نرجع للأسئلة من الفيسبوك. عم يقول طلقت زوجتي في المحكمة بتراضي وكل واحد راح في سبيله وهي لم تبرك في العدة، يعني ما التزمت بأحكام العدة، صار لي شهرين ونصف والآن أريد أن أرجعها وهذه أول طلقة، ما الفتوى؟ هل أنه هي ما التزمت بأحكام العدة تأثم، أحكام العدة أحكام تعبدية بينها وبين الله سبحانه وتعالى. هلأ بدك ترجعها هي طلقة الأولى طلقة رجعية بحيث ما يكون مضى عليها ثلاث دورات شهرية. إذا مضى عليها ثلاث دورات شهرية عند الحنفية أو ثلاث أطهار عند الشافعية، إذا مضوا هدول ما بقى يجوز ترجع لك إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود جدد وإلى آخره، لأنه صار الآن أنت في بينونة صغرى بينك وبينها، يعني لابد من تجديد العقد إذا وافقت طبعا، إذا ما وافقت ما في رجعة. ناخذ اتصال. ألو يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. جمعة مباركة. الله يبارك فيكم يا مرحبا. الله يسلمك يا رب. هلأ بدي أسألك هلأ نحن أغلب الكافيهات بالبلد والمطاعم فيها مشروب، هلأ بجوز لنا نحن قعدنا بهذا المكان بس يعني من دون ما نقرب عليه؟ هلا انت عممتي والتعميم غير صحيح، عم تقولي الاغلب، لا مو الاغلب، في كافيهات ما فيها، تركي اللي فيها وعدي باللي ما فيها، يعني موجود البديل موجود، البديل موجود. باخذ اتصال. الو الو الو. إذا عود للفيسبوك. أثناء صلاة الجماعة المصلين يقرؤون الفاتحة وسورة وراء الإمام ولا يقرؤون سورة ولا يقرؤون، سواء كانت صلاة جهرية أو سرية، علما بأن مذهبي حنفي. حلو. يعني هلأ أنا ما فهمت سؤالك بالضبط بس حجاوبك على المسألة. يعني هلأ مقتدي عم يصلي بإمام بصلاة الجماعة، هل يقرأ المقتدي ولا ما بيقرأ؟ هذا كأنه فهمت الفحوى السؤال. هلأ إذا شافعي بيقرأ وإذا حنفي ما بيقرأ. الحنفي عنده حديث أنه قراءة الإمام له قراءة، فإذا إذا مقتدي لا يقرأ، هي واحد. بالنسبة للشافعي، الشافعي بيقرأ، فأنت إذا كنت حنفيا لا تقرأ، إذا كنت شافعي اقرأ، والموضوع واسع وبيتسع للجميع. باخذ اتصال. ألو. إذا أذهب إلى فاصل ثم أعود لاتصالاتكم فابقوا معنا. ألو.
الو جمعة مباركة. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. جمعة مباركة. الله يبارك فيك، هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك استاذ؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. استاذ سؤال الله يخليك. اتفضل. سؤال الله يخليك. اتفضل. الله يخليك دكتور، احنا من 17 سنة من 17 سنة سمعاني؟ انا سمعان. تفضل. يبدو ما عم نتوفق بالاتصال، ناخذ اتصال اخر. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال. تفضلي، اهلا وسهلا. في جوزي طول ما له قاعد بيحكي طلاق طلاق طلاق. شو بيقول؟ شو اللفظ؟ يعني كل مثلا اجا ولد هيك علي الطلاق بيقول له علي الطلاق هيك علي الطلاق هيك. في لفظ انت طالق ولا كله علي الطلاق؟ علي الطلاق. يعني هذا على قول ضعيف بيعتبروه كفارة يمين اطعام 10 مساكين، على قول الجمهور هو طلاق. يعني على طول بتمه هاللفظ الطلاق الطلاق. يعني اذا وقع فيك تقلدي هالقول الضعيف ويكون كفارة يمين. اما على قول الجمهور فهو طلاق. طلاق ايه. اي نعم. باخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى اذاعتكم. شكرا لك يا حبيبي، اهلا علي وسلم. ردت علي الله يجزيه الخير المهذبة الراقية. شكرا شكرا. الله يبارك فيكم. سؤال، هلا انا مبارح عم صلي العشاء بجامع عنا كثير الاقداس الخلفاء. بعد الصلاة العشاء فورا قام استغفر الله، فورا قعد على الكرسي عم يعطي درس. انا قمت صليت السنة. فيها مشكلة السنة والوتر؟ فيها مشكلة هي؟ ما لازم هو يستنى الناس تصلي السنة بعدين يعطي الدرس؟ لا، الأصول ينتظر الناس لتصلي السنة وبعدين بيعطي درسه. ما يعني حتى ما يشوش على المصلين. أنا عم صلي السنة قام هو عم يعطي الدرس، وأنا بالسنة عطيش هو عم يعطي الدرس. إيه، هو حتى ما يصير تشويش على المصلي. الأفضل بينتظر ولما تخلص الناس السنة بيبدأ درسه. طالما في درس يعني موجود، ناس تعلم وجوده، فبتصلي السنة وبتقعد. أنا ما بعلم إنه في درس. العالم في عالم ما بتعلم، فورا قامت على السنة وعم يستغفر وقام على أي حال لازم ينتظر. على أي حال لازم ينتظر. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخنا. أسألك سؤال بالله. تفضلي يا هلا. أنا بنتي كانت حامل بأول رمضان وما فطرت، يعني فترة رمضان كله. يعني هي كانت حامل برمضان وما صامت. يعني ايوه ما صامت رمضان ابدا. تمام. وهلا بيجي رمضان وعلى ما اعتقد بتكون ولدت، ما بتحسن ترضع، كم ما بتحسن تصوم. شو فتوتها هاي؟ فقط بتقضي قضاء بدون كفارة على المذهب الحنفي. بتصوم يعني؟ بس قضاء، بتقضي هاي الايام بدون ما تدفع كفارة على المذهب الحنفي. يعني احنا سمعنا انه بصير تدفع كفارة ما تصومون، ما بصير. ما هي لا، المذهب الشافعي بتصومون وبتدفع كفارة. ايه. الحنفي بتصومون وما بتدفع كفارة. احنا اخذنا الاسهل. ايه الحنفي. خلاص، بس بتقضيهم بدون كفارة. بس بدها تصومون يعني. نعم. ايه هلأ هي يعني بيجي رمضان اذا الله راد لسنة الجاية بتكون لسه بترضع، ما بنعرف شلون بتحسن تقضيه. ان شاء الله بتأملك بالسلامة ويربى بدلالة. الله يخليك يا رب. سؤال تاني بس بدي اسألك، يلي بيغسل الميت يجب عليه الاغتسال؟ يسن لمن غسل الميت ان يغتسل ولا يجب. يعني ما بصير انه يصلي بأواعي او شيء حتى لا ما في شيء. هلأ اذا كان أواعي هلأ احيانا يصاب برشاش الميت. رشاش الميت مو كله نجس. هلا اذا كان الماء طاهر، يعني بني ادم ما بينجس، لكن ما يخرج منه هو الذي ينجس. هلا اذا كان الرشاش اللي اصابه من جسد الميت ما في اشكال يعني. لكن الافضل تغيير الأوان. الافضل طالما في غسل. طيب. وقد يعتري الموضوع نجاسة، فالافضل نغير الثياب. سلم ايديك. سؤال تاني بس، كانت خالتي يعني هي بحالة مرض وبالمشفى قبل ما تتوفى، يعني
تقريبا 30 يوم 33 يوم هي على الفراش يعني، بس هي بوعية تماما تماما يعني، ما ضيعت ابدا وما حسنت تصلي. هي شو حسابها هي يعني؟ هلا اذا كانت يعني غايبه 100% لا وعياني، لا وعياني وبتحاكينا ومنحاكيها، بس هي على الاجهزه يعني على السيرونات وتخطيط القلب هي قبل ما تتوفى يعني. تمام. إيه؟ هلا هي بتصلي براسها، بضلوا برقبتها، بتصلي براسها يعني المريض اذا وصل لهالحاله بس بيحرك راسه بالصلاه. اي نعم. هي ما صلت هيك ابدا يعني. هلا خلاص هي مريضه وليس على المريض حرج. عم تقولي بربيش وحالي وكذا. اي والله اي والله يعني هي عند ارحم الراحمين، واذا كانت مصليه طول حياتها والحاله المرضيه اللي اعترتها بهذا الشكل فهي عند ارحم الراحمين، والمرض بكثر الذنوب بيغسل البني ادم ويعسله كما قال رسول الله، فالله يرحمها ويجعلها في الله. يخليك يا رب، يسلم ايديك يا رب، يسلم ايديك. مرحبا على راسي. باخذ اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي انا عندي خالي توفى بال 21. نعم. عام 21 كان ايه معي ليره ذهب، وانا تصرفت فيها من دون ما اقول له. قبل ما يتوفى قال لي انه بيعي لي اياها واعطيني حقها. انا هون اعطيته من حقها 400,000 قبل ما يتوفى، وبعدين راح جوزي عم بدي له ال 400,000، قال له بس اتوفى هي بتذبحوا لي خروف اذا متت. خلص السؤال؟ لا، هون توفى خالي وانا هون ما بتعرف اتصرف، خالي ما بيعرف انه انا كنت بياته. هلا هي السؤال انه انت مين اللي تدين من خالك اللي رد ذهب؟ لا هو كان قايمه معي امانه، حطته عندك امانه. ايه، وانا تصرفت فيها وقلت خالي بس يحتاجها انا بعطيه المصاري. تمام. بعدين خالك قال اذا انا متت بتذبحوا لي خروف. ايه، بدل هي الليره يعني، خلص انه الليره اللي معكم ذبحوا لي خروف، ولا لا اذبحوا خروف الباقي رجعوا للورثة؟ لا، قال انه نعطيه الباقي اللي بزيد نعطيه لابنه، حدد فرد شخص من ابنه. تمام من ولاده. تمام. هلا فهمت السؤال. اذا هو انا هون عطيته لخالي 400,000 قبل ما يتوفى من حقه، بس هو ما بيعرف انك متصرفة فيها، بيعرف؟ لا ما بيعرف. اذا المسألة كالآتي، انت عندك امانة ليرة ذهب لا يجوز أن تتصرفي فيها إلا بإذن اللي وضع عندك الأمانة. أنت ما أخذتي الإذن، أنت متعدي الآن بصرف الليرة، رجعتي أعطيتي ما أخذها. هلأ تقيم الليرة الذهبية هي 8 جرامات، الجرام الذهب قديش اليوم؟ يقيم قديش ثمن الليرة الذهبية، تذبحوا الخروف واللي بيزيد يعطى لولده. طيب، وقال له لجوزي أنه بتاخذ أنت 100,000 كمان. خلص تنفذ وصيته. أيوة، وصيته تنفذ. طيب شيخي أنا كمان عندي سؤال تاني. تفضلي. أنا جوزي توفى بال 2014 رحمه الله. كنت حامل ولدت، بعد ما ولدت توفى. أنا ولدت 16/4 هو توفى 5/5. هو عسكري وما لي خبر انه مستشهد. الله يرحمه يا رب. ايه، وجيت لابرك انا عده، قالت لي مرت عمي انه انت ما بتطلع عليك عده، وما خلوني ابرك بالعده. انت ولدتي بعد ما توفى؟ ايه، بعد ما توفى، ولا شفته ولا شافته. كم يوم؟ 19 يوم. خلص مجرد ولدتي خلصت العده تبعك. يعني ما بيطلع علي كان بهذيك الايام انه؟ لا ابدا ابدا، تنتهي العده بالولاده. ايه، ولا شافني ولا شفته. ما شرط تشوفي، المهم انه انت حامل منه وولدتي. ولدت وعرفت انه الولادة صارت بعد الوفاة، فانت مجرد ولدتي انتهيت العدة، والله يرحمه ويجعله في عليين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الأنوار.
الله يسعد لي أوقاتك. يا أهلا وسهلا دكتور. هلا أنا من 10 سنين بصوم كل من كل شهر عربي 3 أيام. هدول فيني أوهبول لوالدتي الله يرحمها، توفيت لأنه كانت مريضة مرض سكري ما كانت تقدر تصوم. الله يشفيها، الله يرحمها ويجعلها في علين. الله يسلمك. أنت بدك توهبها ثواب يعني. إيه إيه بجوز 100%، ما في أي فيني أوهبها ياهن يعني. طبعا بتصومون وبعد ما تنتهون اللهم أني أهب ثواب ما تحصل من صيام وقراءة وأذكار إلى روح والدتي، فتصل إن شاء الله هدية منك إليها واصلة بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا شكرا يا دكتور، الله يرحمها على رأسي. أهلا وسهلا. باخذ اتصال. ألو. صباح الخير. صباح الخير. صباح الأنوار. يا هلا. عندي استفسار مشان تشغيل أموال. تفضل. أنا أعطيت شخص مصاري من حوالي سنة ورحنا على الصاغاتي قلنا له قديش بتجيب هاي المصاري، قال بتجيب هالقد جرامات ذهب، فحطيناهم على سندات امانه انه بيجيبوا جرامات ذهب، فحين طلب انا لما طلبت المصاري ما اعترف بالجرامات الذهب، صار لا بده يعطيني اياهم على قيمتهم القديمه. طبعا هن هلا يعني قيمتهم دبل بنمشي على الذهب، وانا عامل سندات بهذا الموضوع، لكن ما عم يعترف بالسندات انه نقعهم وشراب ميتهم من هالحكي. وانا يعني إذا كان بده يعطيني بده يعطيني على قيمة المصاري القديمة، حتى هيك ما عم يعطيني، يعني حتى عمل له عطيني هيك بيقول لي ما في، فشو حكمة هاي؟ لا لا شغلك صح ولا شغله صح، يعني أنت قيمت على الذهب، أنت ما بدك تقرضه، أنت عم تقول تشغيل يعني شراكة، يعني هذا المال حطيته معه، فهو لا بصير يعطيك على القديم ولا بصير يعطيك على جديد، وأنت ما في تطلب منه على جديد. هذا المال شو اشتغل؟ اشترينا بضاعة، هالبضاعة هي هي حصتك انت، حصتك 10% 5%، البضاعة طبيعي سعرها غلي، فبتتقيم حصتك بالبضاعة الموجودة شو سعرها بتاخد، يعني لا بنمشي على ذهب ولا بنمشي على قديم. طيب انت مالك وصار بضاعة، فبنتبع هالبضاعة هي شو قيمتها بتاخده، بس ما عم يعترف بهذا الموضوع. هلا ما عم يعترف الا الدين، بدك تحطه امام هيك جاهه من التجار واهل العلم، وبالقانون في هيك شيء انه اقدر استرد حقي لو بضاعه؟ هلا قانون بدك تسال محامي، والله انا ما كتير شاطر والله، محامي حطينا وما نفعنا. يعني ما عم اقول لك يعني انا الامور القانونيه بتركها، انا عم بحكي لك حكم شرعي. الحكم الشرعي انه انت حصتك بضاعه، لا على جرامات الذهب اللي سجلتها ولا هو على القديم. شو حصتك من البضاعة، رأس مالك قديش كان، شو اشترى فيه، شو كذا، بتاخد الحصة مهما كانت قيمتها، قد تكون قيمتها فوق قيمة الذهب اللي انت سجلته، قد تكون قيمته اقل، فهكذا يكون الحساب والقسم. حتى لو الشرق. كان متصرف بالبضاعة، يعني البضاعة عم شوفها قليلة كتير بالمحل، مو بقيمة المصاري اللي أنا حطيتها. بده يبين. هلا هذا الكلام ما بصير يكون هيك سبهلة، لا مثل ما بيقولوا. في دفاتر تجار بتسجل، وإلا إذا التاجر بيبيع وبيشتري ولا بيسجل ولا في قيود ولا في دفاتر، هذا بيخسر. فأكيد هو عنده قيود وعنده دفاتر وعنده محاسب وفي بيع وفي شراء وفي مستودع. فبده يبين من يوم اخذ هالمال شو سوى. شيخنا هو لا عاد عطاني ارباح من حوالي 4-5 شهور، ولا عم يعطيني هالمصاري ولا بضاعه ولا شيء، حتى ارباح ما في، بيدعي انه ما في بيع. هلا الجواب مثل ما قلت لك، تحطه قدام تجار واهل علم، اي كلام بده يحكي يبينه، بده بيان ورقي، بدون بيان ورقي لا يقبل منه، بيان البينه على المدعي، ما في عنا اي اشكال. ناخذ اتصال. الو. ألو. إذن بأخذ سؤال من الفيسبوك. أهلي عندهم مبلغ من المال، وهالمبلغ شايلينه لحتى يصلحوا البيت، لأنه بيت أهلي انسرق من كل شيء، حتى الأبواب انسرقوا، هل يتوجب عليهم زكاة المال أم لا؟ يعني إذا هالمبلغ كان نصاب وحال عليه الحول، طبعا يجب فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة. أنا تزوجت وعشت مع زوجي 9 أشهر بدون دخول، هل يتوجب علي الجلوس في العدة؟ يعني إذا طلقك، هيك السؤال، إذا طلقك بدون دخول، عند الشافعية ما في عدة، عند الشافعية ما في عدة، بيتم التفريق مباشرة لأنه ما حصل الدخول، وهم لا يعتبرون الخلوة الشرعية. باخذ اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا.
لو سمحت أنا حابة أسأل سؤال عن ستي توفت. نعم. بس توفت المكان يعني بالحمام. نعم رحمها الله. إيه بدي أستفسر عن مصيرها، هل هي إنه يعني كانت عمرها صالح أو غير صالح؟ لا لا ما لها علاقة، هي ما لها علاقة. هلا منقول الله يرحمها، وأنا بنصيحة لله تعالى، بس يموت العبد ما منفوت بينه وبين ربه. بيقولوا ومن يموت، حتى إذا كان مذنب، حتى ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول فلان في النار فلان في الجنة بعد ما مات، فغضب قال من المتألي على الله؟ مين اللي عم يعمل حاله رب ويدخل على الجنة ويدخل عنه؟ احنا ما لنا علاقة، بس يتوفى الإنسان على أي حالة كانت منقول الله يرحمه. النبي يقول اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. في كلمة طيبة بنحكيها، ما في كلمة طيبة بنسكت. حتى بيقولوا يختار لتغسيل الميت الناس الصلحاء. ليش الصلحاء؟ يعني إن رأوا منظرا حسنا نشروه. أحيانا ميت بيكون عم يبتسم، أحيانا بيكون غير ذلك، ما بيحكوا. يعني خلاص احنا ما بنتدخل بين العبد وبين الرب، في رب موجود، والإنسان صار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولحنا طلعنا من القصة كلياتها. فلذلك لحنا منقول الله يرحمها، الله يجعلها في عليين، والله هيك يتغمدها بالرحمات. ناخد اتصال. ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا لما كنت عساها ماما نزلت أنه ناح العائلة حكيت أنه بدها تاخذنا كنا عن مزرعة إذا جبت عامة، وأنا نجحت جبت عامة، بس الأوضاع أنه تراجعت وضع المادة وكذا وما قدرت تاخذنا، وهيك أنه شو بنقدر نعمل؟ هي ندرت أمك تاخذكم على المزرعة ولا قالت إن شاء الله بدي أخذكم؟ إنه قالت أنه إذا نجحت بدي أخذكم. يعني ما قالت ندر علي، بس انه هي انه بهذا القصد. خليكي معي بس. هي قالت ندرا علي؟ لا. اذا خلاص لا يجب الوفاء، هذا وعد، وهي تعثرت عن الوفاء به للظروف السيئة، ما يجب عليها شيء. وان شاء الله الله بوسع الجميع، والله بيفرح الطلاب كلياتهم ان شاء الله اللي عم يعملوا تكميلي كمان بالبكالوريا، الله يفتح عليهم طلاب الجامعات، الله ينجحهم إن شاء الله، هيك الكل فرح مستبشر مسرور يا رب. تفضلي. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. الله يسعد لي صباحك دكتور. صباحك مبارك يا هلا يا حبيب قلبي. بدي أسألك، أنا عندي مشكلة أثناء الوضوء وأنا عم بتوضى، بنص الوضوء تقريبا أوقات بيخرج غازات رياح. بعيد الوضوء ولا بكمل؟ الحالة مستمرة معك على طول ولا بس مستمرة؟ أنا عندي كولون، عندي نفخة دائمة، عندي نفخة تمام. دائمة عندي كولون. تمام. هلأ أنت صرت بأحكام المعذورين. المعذورين صرت معذور. أنت ما بتتوضى ليأدين، بس يأدين بتتوضى، يعني ايه؟ بس يدخل الوقت بتتوضى. ايه؟ وانت عم تتوضى لو خرج منك ريح وضوءك صحيح، لو انت عم تصلي خرج ريح صلاتك صحيحة، لانه انت الحالة مستمرة عندك وصرت بحكم المعذورين، بس كل وقت بدك تتوضى. ناخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور يا هلا. لو سمحت في عندي سؤال، بس ممكن ما تجاوب لحتى سكر لحتى اسمع الإجابة من التلفزيون. حاضر تفضل. هلأ أنا كنت ما صلي من زمان، وما كنت بعرف عاملة تاتو حواجب، ما كنت بعرف إنه حرام. هل صحيح؟ هلأ حاليا أنا عم صلي الحمد لله، هل صحيح إنه صلاتي باطلة؟ تمام. أنا مطلوب مني الجواب بعد ما تسكري. إيه هلأ بس سكر، من بعد إذنك اسمع الجواب. طيب، هذا التاتو بيروح؟ بده إزالة بطرق أو بليزر أو بيعني إيه. عملية قادرة تعملي أنت بالليزر؟ نعم. قادرة تشيلي بالليزر؟
بالليزر ايه بالليزر بيروح بس بي بي يعني بيوجع وبطريقه يعني ايه بس انت قادره تعملي هيك؟ ما عم بسمعك شيء. يعني انت قدرانه تشيلي، عندك القدره انك تشيلي بالليزر ماديه يعني؟ ايه في في قدره. طيب هلا انا عم بنتظر لتسكري السماعه لقلك انه طبعا هلا اذا التاتو هذا المقصود فيه انه بالدم يعني مثل الوشم، هلا الوشم شو بيصير؟ الوشم بالدم والدم نجس فبده يزيله الواحد. هلا اذا عنده القدره على الازاله يجب ازالته، هلا اذا ما في عندك القدره على الازاله الضروره تقدر بقدرها، ليصير معك بدك تشيلي، ما صار معك الله بيتجاوز عنك ليصير معك. هلا انت عم تقولي عندك القدره على ازالته، بتزيلي يعني هذا الوشم اللي هو تبع الدم بتزيلي، والله يتقبل منا ومنك، وان شاء الله الله يجعلنا من المقبولين. باخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك، اهلا وسهلا. بعد اذنك بدي اسالك سؤال عن حاله برزخ. ايه تفضل. اللهم صل على النبي. هلا الواحد بيموت في حاله برزخ بيشوف يعني اذا كان عمله صالح للي اهله او مثلا بحبهم؟ يعني بعد الممات بيشوف اهله قصدك؟ هيك السؤال؟ طيب انا حجاوب يعني، لان اللي فهمت منك انه اذا انسان توفى وكان رجلا صالحا هل يرى اهله بعد مماته؟ لا، ذكروا اكثر من هيك انه يزور اهله اذا درجه الصلاح عنده عاليه، مو بس انه يرى اهله، يزور اهله، لانه هي الارواح بالقبور تنطلق. هلا بالحياه الروح محبوسه بالجسم، شلون الإنسان بيحطوه بالسجن بيقفلوا عليه الباب، كمان هي الروح مسجونة بهالقفص اللي هو الترابي. هي روح حلوية نزلت إليك من السماء الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، أنفت وما ألفت، يعني أنفت الجلوس بهالقفص بس ما ألفته، فهي تنطلق بعد الموت. فإذا كان في صلاح بيكون انطلاقتها واسعة وبيزور أهله، إذا رآهم على خير متفقين متحابين يفرح، وإذا رآهم مختلفين متخاصمين يحزن، وإذا زرناه في قبره يعني يسمع كل ذلك، يعني إن شاء الله للصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.